المشاهدين الكرام، حياكم الله، نلتقيكم في هذا اللقاء الذي نتحدث فيه حول القطاع الصحي وما يقدمه من خدمات جليلة، باعتبار أن الصحة هي المرتكز الأساس لأي بلد ولأي مجتمع في العالم. مشاهدين الكرام، نتحدث حول مشفى حكومي. هذا المشفى أيها السادة الكرام كان ولا زال يقدم خدماته الجليلة. هذا المشفى، إذن حديثنا لهذا اليوم نتحدث عن مشفى الجمهورية، نتحدث عنه عن بداية تأسيسه عام 1954 عندما وضعت الملكة إليزابيث الثانية حجر الأساس في أثناء زيارتها لعدن، وبعد 4 أعوام كان افتتاح هذا المشفى بشكل عام، هو المشفى النابض لمدينة عدن. إذن هذا الصرح الطبي في عدن والمحافظات المجاورة يقدم بلا شك خدمات جليلة لجميع المرضى ولمن تتقدمه لهذا المشفى النموذجي العام في عدن، مشفى هيئة مشفى الجمهورية العام. حديثنا سيكون حول هذا المشفى، حول المهام المناطة في هذا المشفى، حول الدور المفعل في هذا المشفى، حول أيضا كيف كان وكيف أصبح حال اليوم المشفى، ما الخدمات الطبية التي ينبغي أن تقدم للمريض، كيف أيضا يجب استحداث هذه الهيئة بشكل عام مرة أخرى وليعاد هيبة هذا المشفى من جديد. كل ذلك سوف يكون بهذه المحاور سنتطرق إليها مع ضيفنا لهذا اليوم الدكتور محمد حسن السقاف، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة، هيئة مشفى الجمهورية العام النموذجي في عدن. بداية مرحبا بك دكتور عبر قناة عدن الفضائية. أهلا وسهلا فيكم ومرحبا فيكم، صباح الخير عليكم وعلى مشاهديكم الأعزاء. نعم دكتور، إذا ما تحدثنا بداية وأسلفنا الحديث حول هذا المشفى، تأسس منذ القدم من القرن الماضي حقيقة، ولكن هذا المشفى كان من قبل يعني من أهم المشافي وصرح طبي ومعلم تاريخي لعدن، كان يقدم خدمات جليلة، لكن اليوم كيف كان وكيف أصبح اليوم هذا المشفى، وما الخدمات التي يقدمه هذا المشفى بجميع تخصصاته ومراكز وأقسامه وعيادته؟ تفضل. بسم الله. إذا أردنا أن نتغنى بمستشفى الجمهورية التعليمي وتوقيت وضع الحجر الأساس في القرن الماضي كما ذكرت وأسلفت عام 1954، وكان يعتبر المستشفى الوحيد اللي موجود على منطقة الجزيرة العربية والخليج، بل يكون ينافس كثير المستشفيات في العالم العربي والإسلامي. نعم. تم بناؤه خلال 4 سنوات، وضع الأساس في 54، وبما أنكم بدأتم بتأسيس المستشفى، نحن ننبه أنه بإذن الله في إبريل القادم في 2024 في 27 إبريل ستكون هناك ذكرى 70 لتأسيس هذا المستشفى. ممتاز. نحن عندما تولينا أمر هذا المرفق بتكليف من السيد رئيس الوزراء والسيد محافظ عدن والسيد وزير الصحة، وضعنا في البداية نصب عيوننا أننا يجب أن نقدم شيء ملموس في هذه الذكرى، في ذكرى 70 لتأسيس هذا المستشفى. وبعون الله وفضله استطعنا أن نقدم يعني رؤية كاملة شاملة لحل مشاكل المستشفى. ما هي تلك الرؤية؟ من جميع النواحي. المستشفى يا سيدتي مر بفترات عصيبة فعلا، وخاصة في 30 سنة السابقة. نعم. يعني حالة الإهمال، حالة التردي، عدم التحديث، عدم الصيانة، بل وصل الأمر حتى إلى التعدي على مساحات المستشفى وأسوار المستشفى. فعلا. نعم. ونحن اليوم بصدد إعادة هذه الأمور إلى نصابها. نعم. لما كانت عليه سيدنا. نعم. بدعمين من الدولة، بدعم من السيد المحافظ، نحن كثير المحافظ متجاوب معنا في هذه الأمور حقيقة. ونأتي إلى دور الرؤية التي قدمناها. نحن أول ما تقبضنا الأمور في هذا المستشفى، نعم، قدمنا رؤية شاملة كاملة. أول مرة
شرحنا الوضع الحالي المزري الذي موجود داخل المستشفى في ريبورتاج معين. ممتاز. ثم صورنا تصوير جوي المواقع حق المستشفى. وصورنا ووثقنا الخلل الحاصل في المستشفى. ثم بعد ذلك أتت قضية المعالجات. والخلل أين يكمن؟ خلل، نحن نتكلم عن الخلل الإهمال اللي مر على المستشفى. هل هو إهمال متعمد؟ نحن لا نقول إهمال متعمد، مر الظروف البلد فيها كلها يعني. الجزء الثاني من الرؤية هو قدمنا المعالجات لهذه الحالات المزرية بطريقة حديثة بالأبعاد الثلاثية، وكانت هناك أفلام بالأبعاد الثلاثية، كانت هناك صور لما يجب أن تكون عليه الحالة في هذا المستشفى، سواء من حيث الترميم الداخلي للمبنى، سواء من حيث استحداث عيادات الخارجية بشكل جيد وتوسعتها حيث تكون طابقين المساحات الخضراء، المسطحات، حدائق المرضى، مبنى الإدارة الذي لا يوجد لليوم مبنى إدارة. للأسف كان هناك مبنى إدارة من طابقين انهد وسقط، واضطروا إلى خروج العمال والزعوم داخل المبنى هذا اللي متواجدين نحن فيه، وهذا لا يصح بأي حال. وعندما انهد الإدارة لماذا لم يعاد بناؤه مرة أخرى؟ هذا سؤال. ما الذي منعهم من إعادة؟ احنا الآن وضعنا فكرة انه بدل الطابقين يكون هناك 3 طوابق. ممتاز. حتى انه المدير رئيس الهيئه ونوابه يجب ان يكونوا برا المستشفى. بالفعل. مش داخل المستشفى من اجا ودخل المستشفى. فعلا. واضافه الطابقين فوق الاربعه بحيث يكونوا 6 للاطباء الاجانب. ممتاز. والممرضين الذي قد نستدعيهم ان شاء الله، قد نستعين بهم لتحسين العمل، بحيث يكونوا داخل المستشفى نضمن لهم الكهرباء والمياه والناحية الأمنية. نعم بالفعل. وهذا المخطط الآن موجود. وأن يكونوا متواجدين 24 ساعة. يدرس الآن في وزارة الأشغال العامة. ممتاز. ضمن مخططات العيادات الخارجية، ضمن مخطط السور، ضمن مخطط الحوادث، ضمن مخطط المساحة. مساحة شاسعة موجودة داخل هذا المستشفى. فيجب علينا أن نحافظ على هذه المساحات وأن لا نشغلها بطريقة عشوائية. بالفعل. لأنه اليوم أن يكون التخطيط صحيح. أيوة التخطيط صحيح، بحيث أنه لا يكون هنا مبنى وهنا مبنى، لا. نبني مبنى بشكل رئاسي نحافظ على المساحات. نعم. اليوم مستشفى في العالم ليس به مسطحات خضراء ولا مواقف سيارات ولا حديقة مرضى. الناس تنظر إليه بنظرة ارتياب، يقول لك ما عندهم رؤية أبدا حتى لهذه الأشياء. لأن يكون مستشفى عالم يعني واكب المستشفيات العالمية. هذا ما حبيت أقول لك أنا عزيزتي بمناسبة الذكرى 70. نحن استغلينا هذا بحيث أنه قدمنا الرؤية، ونحن على أساس أن نحن في الذكرى 70 نبدأ بالمشاريع التطويرية لتحديث المستشفى. هذه الرؤية قدمت للسيد المحافظ أول مرة على مدى 3 ساعات في مجلس المحافظة، ثم للسيد وزير الصحة، وكلهم أعطوا آرائهم فيها ومدحوها، ثم بالاخير عجبتهم هذه الرؤيه. ثم بالاخير لان ستخدم المشفى. نعم. ثم في الاخير السيد رئيس الوزراء الذي الدكتور معين. نعم. الدكتور معين عبد الملك. نعم. رحب ورحبوا حقيقه وصلنا الى اتفاق بان يدعم هذا المشروع دعما من الدوله، من قبل الدوله. نتكلم عنه ان شاء الله في خلال المقابله. نعم. ويعني الدعم كامل سيكون لهذا المشفى من قبل الدولة، يعني متى سينفذ هذا؟ دعم المشاريع التي قدمناها ستكون من الدولة. لأنه الأجانب لا يمكن يجي يدعم لك مبنى ويصلح لك مجاري ويصلح لك أشياء زي كذا، لكن نحن بفضل من الله وشوية قليل من الجد والتعب، أولا وقبل كل شيء عملنا مع منظمات دولية مثل منظمة كير، بحيث أستطيع هذه المنظمة رصدت لنا 400,000 دولار لتجديد الحمامات وشبكة المياه داخل المستشفى كله. عدد الحمامات، الكابينات الحمامات داخل المستشفى يصل إلى 85 كابينة، بحيث أن نحن نكون لدينا في كل قسم حمام خاص لذوي الاحتياجات الخاصة. ممتاز. إضافة إلى النظام الآلي لفتح الحنفيات، بدل ما يكون في خزانات على السقف، نحن ممكن نستغل السقف لتوسعات المبنى. بحيث انه الخزانات الخلفيه هي تكون يعني على نظام آلي اللي فتح الحنفيات. نعم. هذه ب 400,000 دولار. معانا كمان منظمه تريانجل الفرنسيه، عملنا معاه بحيث انه تجدد شبكه المجاري اللي لها 70 سنه. ممتاز. مجاري المستشفى والحي المحادي لنا، وعمل مكنه رفع على عمق 7 متر ترفع المخلفات المجاري الى الشبكه الرئيسيه، يمكن ب 450,000 دولار. هذه باذن الله ترى النور قريبا باذن الله. نعم. بقيه المشاريع. نعم. بقيه المشاريع التي قدمناها يعني نحن مع السيد رئيس الوزراء والسيد المحافظ ووزير الصحه
اتفقوا على دعم هذه المشاريع بمبالغ شهرية من قبل رئاسة الوزراء ومن قبل المحافظة تكون شهرية بحيث تأخذ مستخلصات للمقاولين اللي بيعملوا. هذا بيكون مبالغ كويسة لمدة سنة شهريا لمدة سنة ممكن تمتد إلى سنة ونص. نعم. معنا دعم أيضا من السيد الرجل الذي ساعدنا احنا كثير جدا شركاء جداً. نجاح نعم. السيد وزير المالية الله يحفظه. نعم الأستاذ سالم البرد. يعني ما قصر معنا، هو تبنى فكرة تجديد سور المستشفى وصيانة حرمة حرم المستشفى. ممتاز. لأنه يعتبر صرح طبي وأيضا معلم تاريخي لعدن. ودعم أولي، الأول واحد يطرح الدعم. دعم بحوالي 1 مليار ريال طرح لنا إياه في البنك. ممتاز. وهو موجود البنك تحت حساب استثمار. وبإذن الله نحن قريبا سيتم الإعلان عن مناقصات في السور. سيتم إعلان عن مناقصات للعيادات الخارجية بحيث تهد العيادات الخارجية كاملا وبناء بدلا عنها بدل الطابق يرجع إلى طابقين. نعم. نحن ممتاز. اليوم نريد المريض يدخل العيادة الخارجية ما يخرجش منها بالفعل. لأنه جهاز القلب يكون هنا وجهاز الموجات فوق الصوتية يكون في مكان آخر. لا، كل الأجهزة التشخيصية موجودة والمختبر يكون داخل العيادة الخارجية. ممتاز. مشان يدخل المريض يلقى يعني العناية كامل. نعم بالفعل. وهذا هو اللي ينبغي أن يكون الدور مفعل. نعم. ولدينا كمان طموح أن نستطيع أن نفعل نشتغل بالعيادات هذه بعد العصر للتخفيف على الناس والمرضى والسكان بحيث أنه تشتغل 3 ساعات بعد الساعة 4 لما الساعة 7. يعني بدل ما يدفع مبالغ كبيرة برا يمكن يدفع حاجات بسيطة هنا. إذا أراد الله سبحانه وتعالى وفقنا في هذه الرؤية سيكون لهذه الأمور إن شاء الله نصيب كبير منها. يعني من خلال تطبيق وتنفيذ هذه الرؤية الكاملة والشاملة سيعود مجد هذه المشفى من جديد كما كانت سابقا، سيعود لهذا المشفى بريقها الناصع، وسوف تعمل يعني على مضاهات وتواكب الحداثة والتكنولوجيا الحديثة لجميع المشافي العربية والعالمية لتكون مشفى يشار له بالبنان كما يقال. شوفي أختي العزيزة، برغم الصعوبات اللي تمر بها الهيئة والمستشفى إلا أن مستشفى الجمهورية يبقى المستشفى الأول، المرجعية الأولى للعمليات الطبيبية داخل المحافظات الجنوبية وخاصة المجاورة لعدن، مثل أبيان، مثل الضالع، مثل لحج، مثل الساحل الغربية، الناس كلها تمر هذا مهما اعتراها في 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 فترات من الزمن من ركود من إهمال، لكنه يعني تعتبر مرجعية أولا لوجود الطاقم الطبي المتخصص الكويس الأكاديمي من مدرسين كلية الطب والعلوم الصحية، موجودين دكاترة كبار من لهم تجارب كبيرة جدا، ولهذا تجد إنه المستشفى يعتبر هو المرجع مهما كان حالة السوء التي يمر بها، إلا أن فيها يعني الخير الكثير للمرضى الذين ما زالوا يتعالجون داخل المستشفى. نعم. خطة عمل المشفى لابد من أي مرفق حكومي وأي مشفى ترافقه خطة عمل وآلية تنفيذية. ما خطتكم وأنتم الآن مع يعني قرب نهاية العام 2023 ومع بداية عام جديد 2024، ما هي خطة عملكم التي نفذت؟ عزيزتي تكلمنا قبل شوية عن رؤيتنا هذه. نعم. غير الرؤية. أيوة. يعني هي خطتنا الأساسية هي الرؤية، أن نطبق هذه الرؤية ننتشر. نعم. المستشفى ونعيد مجده كما كان بهذه الأعمال بهذه الرؤية التي نحن قدمناها وحظيت بالموافقة من قبل القيادات العليا في الدولة، من قبل قيادات المحافظة، من قبل قيادات وزارة الصحة. فهذه هي مشروعنا الكبير، نحن نسعى جاهدين إلى أن يتحول هذا المشروع إلى واقع ملموس. يعني هو ليس ضربا من الخيال أو تمني، لا والله ممكن يتحول واقع ملموس خلال سنة ونص سنتين إذا صدقت النوايا للكل. نعم. ونحن متفائلون كثير جدا بأن هذه الأمور ستأخذ حيزا كبيرا في اهتمام الدولة وخاصة على مستوى المحافظة، ومتفائلون كثير جدا أن هذا المشروع سيرى النور بإذن الله قريبا إذا أراد الله سبحانه وتعالى. هذه خطتنا هي أن ننعش المستشفى، نعيد له مجده، لأنه في أشياء أساسية الآن مش متوفرة في المباني، في الصيانة، في المجاري، في شبكة المياه، في العيادات الخارجية كما أقول لك التي يتسرب إليها الأمطار لما تأتي الأمطار، يعني حان الوقت لإعادة بنائها
في أشياء كثيرة كما تكلمنا عليها من سابق. نعم، بالنسبة للأقسام الموجودة هنا في هذا المشفى، ما حال هذه الأقسام اليوم؟ كيف تؤدي عملها؟ يعني أجبنا عنه أن المستشفى يؤدي عمله رغم الصعوبات، لكن كل الأقسام اللي موجودة يعني مراكز الطوارئ، مراكز الطوارئ يشتغل، برغم أنه مبنى الطوارئ هو ليس مبنى طوارئ ولم يكن أصلا بنية للطوارئ، إنما بنية لغرض آخر لا ندري كيف، ولكن نحن نستغلوا لعمل الطوارئ. لأنه لا غرض الطوارئ ما أدريش ليش بني من سابق، لكنه إنه تقولي إنه هذا طوارئ، لا هذا مش طوارئ، الطوارئ مبنى شكل ثاني. معنا مبنى يبنى الآن قبل ما نستلم، إحنا من قبل حرب يبنى تبع البنك الإسلامي، توقف لا ندري لماذا، الأساسات محطوطة وهو يبدو إنه مشروع متكامل لطوارئ حديث، ونحن نسعى الآن عبر المحافظة، تكلمنا مع رئاسة الوزراء، تكلمنا مع المحافظة، نخاطب نخاطبهم على أساس يخاطبوا البنك الإسلامي، لأنه نحن ليس لدينا الحق بمخاطبة هذه الجهات، إلا هم يخاطبهم عبر تخطيط التعاون الدولي أو يخاطبهم عبر وزارة الخارجية لمعرفة أسباب توقف هذا المشروع، وإلا كان سيغير الوضع كثيرا جدا. نعم. عمل نقص إمكانات، نقص المواد موجودة دي كثيرة جدا، نقص الكادر موجود كثير جدا عندنا، يعني الميزانية الضعيفة والشحيحة جدا. الميزانية التشغيلية ماذا عنها؟ يعني تصوري ميزانية الهيئة لا تكفي شيئا، اليوم نحن كلنا في الديون، أنا استلمت المستشفى وعليها أكثر من 1,100,000,000 حق الغسيل الكلوي وحق المواد الأخرى، المستشفى ليس لديها إلا 1,000,000,000 تسير أعمالها، وشوفي يعني قيمة الأدوية خلال الثمان السنين اللي راحت فقط. أنا أضرب لك مثلا أختي العزيزي، مثلا ميزانية الغسيل الكلوي كانت في سنة 2012-2013 225,000,000 ريال، كانت تعتبر هذيك يعني $1,000,000 بالفترة دي، 225,000,000 دولار. مليون دولار. اليوم 225 لا تعتبر حتى يعني 190,000-180,000 دولار. الغسيل الكلوي يستغرق منا أكثر من 1,100,000 دولار في السنة. نعم. نغسل 35-36,000 غسلة بالسنة. الغسلة الواحدة تكلف 43 دولار، ولك أن تتصوري من أين نغطي هذا النقص، ودائما نتعرض للمشاكل. الأدوية لكن أليس نعم المنظمات تدعمكم ووزارة الصحة العامة؟ كان الصليب الأحمر يدعم، الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، لا لا كان يدعم حاجات بسيطة الصليب الأحمر. نعم. والآن قد وقف دعمه لنا بالنسبة للغسيل الكلوي كامل. نعم. بقية المواد نحن جئنا للمستشفى، لا أحد يدعمه من المنظمات. الدعم أكثر شيء يروح للمنظمات، المستشفيات اللي تختص بالطفولة والأمومة والنساء والولادة، لأن المنظمة الدولية تدعم هذا الاتجاه. نحن عندنا ليس هناك دعم للمستشفى إلا فيما ندر، وميزانيتنا ضعيفة، الأدوية نحن نتدينها دين، و لا يوجد حاجة اسمها المخزون. الإمداد الدوائي لا يعمل على يعني تزويدكم بالأدوية؟ لا، لو في معهم حاجة فايضة بيجيبونا إياها فقط؟ فقط، إيش بيجيبونا بيجيبونا؟ كلنا نشتري من برا، محالينا نأخذ من برا. لماذا لا تتكلموا يعني لا تتحدثون مع وزير الصحة العامة والسكان؟ يعرفون الكلام هذا كله، وأعتقد شنو بهذا الشأن؟ الإمداد الدوائي عندهم أدوية محددة معينة. أيوه، وإذا لنا نصيب فيها نأخذه نحن. لكن احنا الأدوية الأخرى الثانية كلها يعني نشتريها من الخارج، نشتريها بالدين، يعني لا يوجد حاجة اسمها مخزون لمدة 3 أشهر. احنا نشتري كل 20 يوم، كل 15 يوم، زي قضية البقالة يعني. وللأسف أنه لما عندنا ميزانية تكفي، يمكن أخذنا احنا حق 6 أشهر، حق 5 أشهر. نعم. لأنه هذا كثير يعرقل عملي أنا كرئيس هيئة، إنه يوميا أتابع هذه الأشياء، يوميا نوقع أوراق، يوميا نجيب عروض سعر، يوميا نجيب كذا، شيء أمان الله لا يطاق. نعم، بالفعل. بسبب نقص الميزانية. نقص الميزانية. لكن السيد رئيس الوزراء أصدر قرار في نهاية العام الماضي. نعم. إضافة 1,000,000,000 لكل الهيئات في البلد في اليمن كلها. ممتاز. وأنتم لكم نحن من ضمنها أكيد، 1,000,000,000 سنويا. نعم. فنحن استبشرنا خير، أن كثير من الأمور سوف تحل. تم تفعيلها؟ نعم، للأسف. توقف القرار هذا، ما نعرف ليش، احنا خاطبنا دولة رئيس وزراء. هذا القرار لماذا؟ ممكن بسبب مشاكل في الدولة، مشاكل مالية. والله هو لازم نستلمه من 1/1 يعني 2023، وللأسف توقف. نحن ما زلنا نأمل، يعني سيحل لكم كثير من العمل الصعب. كثير من العمل. نحن ما زلنا نأمل أن يعود هذا المبلغ، أن مش يعود، أن
يرصد هذا المبلغ للهيئات بحيث ان ننتشل انفسنا من اوضاع سيئه، إضافة إلى أنه عندنا المتقاعدين كثير في المستشفى. نعم. إلى 500 متقاعد لحد الآن. نعم. وكلهم يستلموا رواتبهم من المستشفى من الميزانية. ما يستلموش رواتبهم من التأمينات والمعاشات. نعم. لأنه موقفة تعرفي مشاكل. نعم. التأمينات وهكذا. من شهرياً واحد الأقلين. شهرياً يمكن. تستنزف. نعم. 60 مليون ريال. استنزف. نعم. نعم. لا نقدر نتعاقد مع ناس، لا نقدر نشتري لماذا؟ أشياء. لا نقدر. عملت التعاقد. لأنه ما عندنا إمكانية. ما في فلوس. جديد. ماش فلوس. الآن إحنا فقط إلا من الدخل حق الذي مساهمة المجتمع الذي نلقاه نغطي كثير من العيوب اللي دي موجودة. يعني على اعتبار إنه هذا المشفى مشفى إرادي، فمن خلاله يعتبر. إرادي كدا. إرادي رمزي. 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 لكن إنه وهذا اللي غطينا بعض الأمور كذا الشيء. لتسيير مهام العمل وهكذا. لأنه كل الميزانية المعمولة معمولة على 2012 2014 أضرب لك مثل بسيط. التغذية. الغذاء ماذا عنه؟ الغذاء مثلا ميزانية مخصص له ميزانية في الربع الواحد كم؟ في الربع الثلاثة الأشهر 20 مليون فقط، وهو في الشهر نحن ندفع 19-18 مليون إلى 20 مليون. من بيغطي هذه الأشياء؟ نعم. يعني مسألة الميزانية للتغذية يعني التغذية يكون مهم. الغذاء مهم للمريض. فنحن احنا اليوم عبركم نطالب انه في عادة النظر في هذه الامور. يعني بالله عليك احنا نجري بعد ميزانية يا اخي، مش معقول الكلام هذا. ومعروف انه الميزانية 20 مليون في الشهر، معنا حصل حق 3 شهور 20 مليون، من فين انا بجيب حق الشهرين البقية؟ هذه مشكلة كبيرة. نعم وناقشتوها أنتم قبل أيام، كانت هذه المشكلة. نعم مشكلة لمدة يومين، هي لمدة نعم. يومين وقفنا فقط. نعم لأنه, وقف لأنه كان علينا دين. حلينا المشكلة ونرقع من هنا ومن هنا، التغذية تمشي لكن المسألة تبقى قائمة المشكلة في الفعل إن لم تحل قضية الميزانية للتغذية. نحن عبركم اليوم طالب أنه بإعادة النظر في ميزانية التغذية للهيئة بحيث نستطيع أن نستمر في عمليات التغذية، إضافة إلى أن يعني المبنى يريد له ترميم، ومن ضمن هذا المبنى هي مطبخ المبنى الذي مطبخ. اليوم لا يسر حد، ولكن إحنا من جيب التغذية من برا جاهزة من أماكن أخرى. عندنا رؤية عكس عندما يكون هناك مطبخ داخل المشفى نفسه، بس مهما كانت التكلفة هي نفسها. التكلفة هي نفسها، بس إنه يكون داخلك عندك استقرار شوية بالفعل. فعبركم اليوم نناشد إنه بإعادة النظر يعني بقضية ميزانية التغذية في المستشفى. نعم. نطالب بعودة المليار، مش بعودة المليار، باعتماد المليار كما قلنا. نعم. من دولة رئيس الوزراء. نطالبهم لأنه هذا سيعفينا الكثير من المشاكل والعباءات. نعم. اللي نتحملها نحن اليوم. نعم بالفعل. لأنه حقيقة يعني بالقطارة نحن نشتري، وهذا مش صحيح. يعني كل 15 يوم نقص الدواء ده ونقص، هذا مش صحيح. يجب أن نعم ولكن عندما يقول لديكم الدعم المالي سوف تعملون على تغطية المستشفى بحاجة. نعم. إلى نظرة واسعة من الدولة لأنه يعتبر مركز أول الاهتمام الفعلي من قبل قيادة الدولة، يخدم عدن. نعم. كامل. هذا كان مخصص المستشفى جميع المحافظات، كان مخصص لمن في 58 المفتدى للمستعمر عدن والقرى اللي جنبه. نعم نعم موجودين الآن. وكم كان سكان المستعمر عدن؟ قلة. شوفي الآن كم. ويخدم هذا عدن كلها بالناس اللي فيها. نعم وجميع المحافظات الدولة والنازحين اللي فيها. نازحين إضافة إلى لحج. نعم محافظة الدورة والضالع. نعم. وداخل الساحل الغربي كمان يقولنا من هناك لهنا. والله العظيم باستمرار المرضى هنا موجودين. نعم. فنطلب أن الدولة تنظر بعين الاعتبار لهذا الصرح، لأنه حقيقة نحن جئنا وكلنا أمل يعني بالرؤية اللي وضعناها، وكلنا أمل عندما وجدت الرؤية هذه يعني عقاب لدى القيادات العليا في الدولة. ونسأل الله أن يوفقنا نعمل شيء للبلدي. أنا نتعب كثير هنا لكني والله مش عارف متى نصل إلى مرحلة البدء بالعمل حتى أستطيع أن أرتاح نفسيا، لأنه قلت يمكن الله استعملني في المنطقة هذه في المستشفى اللي نعمل شيء حاجة لوجه الله لهذه البلد. نعم. نقدمه كما كنا في الأسنان من سابق وكذا. نعم بالفعل دكتور. وكما يشهد لك بأنك نشيط ما شاء الله عليك. الله. نعم ومجتهد دائما وتحب مهام عملك. الحمد لله. دكتور أيضا من ضمن رؤيتكم الجديدة التي تقدمتم بها إلى رئاسة مجلس وزراء، ويعني أبدوا ارتياحهم في هذه الرؤية، ولقيادة أيضا المحافظة السلطة المحلية لسيادة وزير الدولة محافظ المحافظة ولغيرهم أيضا، من ضمن هذه الرؤية ألا تنوون أيضا فتح أقسام جديدة لهذا المشفى، وأيضا إضافة إلى ذلك
يعني بمعنى القسطرة القلبية والقسطرة الدماغية، لماذا لا يجب أن تكون هنا في هذه المشافي الحكومية بالذات أن يتم عملها؟ لماذا؟ فقط أنها محصورة على المشافي الخاصة. عندنا القلب موجود الآن في مستشفى عدن. هل تقرأ لكن فيها أيوة القسطرات القلبية؟ عمليات كويسة جدا، أمور تمام ماشية. المستشفى نحن أول مرة نعيد، أول مرة فيها دعامات، فيها هناك في مستشفى عدن يعملوها. وهنا؟ هنا لا ما نعملش، هذا في مركز قلب يكون موجود. أيوة. لماذا لا يكون هنا أيضا؟ هذا أولا دعينا نخطو الخطوة الأولى، كما يقول واحد نبني غرفة نوم وبعدين ندور الديوان مع الحمام بعدين ندلع. لكن احنا في فكرنا انه نعمل مراكز مثلا في بعض الاماكن، مثلا العظام في قسمين نساء ورجال، نهدهم هذول القسمين في مساحه واحده من المساحتين دي يكون في مركز عظام على اربع طابق، في بو نساء واطفال، في بو رجال، في بو برايفت، في بو غرف تعليميه، في بو كذا مثل هذه الاشياء. وعندنا تطوير الحوادث، هذا مهم جدا. لكن الأقسام البقية كلها متوفرة داخل المستشفى، سواء عيون، سواء مسالك، سواء عظام. بعدين تأتي مسألة الوحدات التي تأتي تحت الأقسام. هذه الآن لأنه معانا كل الطب لازم يوزع، مثلا وحدة الباطن يمكن يجي وحدة القلب، وحدة الجهاز الهضمي وهكذا. فبعدين هذه نحن نقسم، لكن الأول الأمر أن تستقيم الأمور الأساسية فيها. بعدين يعني نحلم في قضية يعني مركز قلب، وده نحن ممكن نتكلم عن مركز حروق لأنه عندنا قسم حروق الوحيد في عدن، ما في حروق إلا عندنا في مستشفى الجمهورية. الجمهورية بالفعل. إذن نحن يجب أن ننظر إلى أبعد، ما دام بعدهم كل ما حروق إذن يكون هناك مركز الحروق. ممتاز. يجب أن يكون في فكرة. لكن نحن الآن أولا نريد أن نبدأ بالأساسيات التي يجب أن تعمل في المستشفى لكي تعاد الأمور إلى نصابها. بالفعل. فكما أسلفت الذكر دكتور، نتمنى حقيقة، لأن هنالك بعض المواطنين يقولون يعني كما أسلفت الذكر أنت أيضا قلت بأن يعني القسطرات الدعامات وهكذا موجودة في مركز القلب في مشفى عدن، لكن مع يعني كثرة الطوابير للمواطنين وكذا فتأخروا، فبالتالي عندما يكون هنالك مشفى آخر، مشفى حكومي لديه أيضا مركز آخر القلب، سيساعد لجميع المرضى وسيخفف العبء من مشفى أيضا مشفى عدن العام الذي فيه مركز القلب. إذن برؤيتكم الجديدة ستكونون كذلك أيضا إن شاء الله. يعني دعينا نتكلم يعني احنا ما نشيش يعني نروح إلى بعيد كثير، مركز قلب لكن لابد أن يكون أيوة كذلك مركز قلب بس سيساعد. بس مركز قلب عندما تكون أنت عندك الأساسات دي كلها موجودة، مركز قلب يريد له يعني بعضها مثلا يعني يكون حالته خطيرة فيهم، فبالتالي عندما يذهب إلى مشافي هذه الحكومة يعني مواطنين ليس لديهم المال، فعندما يذهب إلى مشفى مثلا عدن العام فبالتالي لزحمة المواطنين وهكذا فيقول لهم ما عندنا يعني هذا سبب المواطنين وهكذا طوابيرهم، فبالتالي عندما يكون مشفى آخر سيساعد. طيب إذا أقول لك أنا مثلا إذا عملنا مركز قلب، من سيصرف على هذه المواد وحق القسطرة؟ المنظمات وغيرها. أي منظمات أختي العزيزة؟ إذا اليوم نحن ما استطعنا حق غسيل الكلوي، إذا ندور يعني حق محاليل للمختبرات، وهذا ما بالك بالقلب والصدمات. مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية. هم ده لأنهم متبنين السعودية ده. فقط. لماذا يتبنون أيضا هنا مشفى؟ إذا أحد بيتبنوا عندنا مستشفى قلب كاملا من الألف للياء، يعني نحن ستجدين إن شاء الله. الرعاية الكاملة. عشان نكون يعني واقعيين. فعلاً. نعم واقعين، وهذا أيضاً يخدم المواطن. نعم. أما إنه يقول لي إنه مثلاً أنا بفتح مثلاً اليوم نحن نعاني من الغسيل الكلوي أختي العزيزة. الغسيل الكلوي يا أما حياة يا أما موت. نعم. ما حد يدعم. الآن ميزانية الغسيل الكلوي عندنا صفر. يعني إذا 180-190 ألف دولار ميزانيته في السنة، وأنت تخسر في السنة تشتري لك إلى مليون دولار. بسبب ال. طيب من غطي هذا الكلام؟ أيوة. فمسألة الغسيل الكلوي مسألة يعني عالقة تبقى، والمريض مريض الغسيل الكلوي يحتاج إلى غسلتين أو ثلاث في الأسبوع أحيانا. هذا بعضها يحتاج بعضهم إلى أربع. نعم. أو حتى يحتاج إلى أربع أنت تنقصه. نعم. وبعدين مستشفى الجمهورية هو المستشفى الوحيد الذي يشتغل 24 ساعة. نعم. وزراعة الكلى هل لا زراعة الكلى ما 24 ساعة نشتغل فقط. وبعدين يجوا عندنا العابرين، المسافرين، الناس من كل مكان، حتى اللي بيسافروا يزرعوا كلى بالفعل. يمرق. كما ذكرت انت القضيه يجب ان تكون اكبر،
فعلا؟ بدل ما يكون غسيل كلى وغسيل كلى، يفكروا الناس الان بزراعه الكلى. زراعه الكلى، أيوة. نعم، لانه هذا مكلف على الدوله كثير جدا. فيفكروا الناس بزراعه كلى، يعني ان شاء الله نشوف كيف الامور هذه. نعم. انا قلت ان نعمل اساسيات احنا في المستشفى. اذا اليوم احنا نتكلم عن مجاري، اذا اليوم نتكلم عن اشجار، اذا اليوم نتكلم يعني داخل سور المستشفى عن تعديات، عن مطاعم تفتح بدون وقع حق. نعم. اكشاك. نعم. من 17 سنه شوهوا يعني منظر المشفى. اذا اليوم نحن، نعم، انا من يوم ما مسكت المستشفى يمكن 28 كلب قتلناهم داخل كلاب الضاله. اذا اعمده النور طافيه من 17 سنه شغلناهم في رمضان الماضي، عادوا لسه أعدتم الحياة مرة أخرى لهذا المشفى. الأساسيات يا أختي العزيزة، ضرورية الأساسيات، تجميع القمامة ما كانت مضبوطة. نعم، النظافة. فنسأل الله يعني أن يقيض لنا يعني عقول مفتوحة لدى القيادات وعقيادات. وأنا كثير، نعم، متفائل حقيقة بدعم السيد رئيس الوزراء، وبفعل، نعم، كثير جدا بدعم محافظة. نعم، نعم، اهتمامه بهذا المشفى. لا انسى ان اذكر وزير المالية حفظه الله بالفعل. نعم، الاستاذ سالم البركي حفظه الله العافية. نعم، ايضا ما دعنا النظافة التي ينبغي ان تكون موجودة في جميع الاقسام هنا في هذا المشفى. نعم، لجميع المرضى جدا الحمد لله. الان في البلاغات الصباحية ما نشتريش من النظافة، وتجميع القمامة الان يعني ريجولر، يعني قصدي بانتظام. اشترينا حاويات خاصة أول ما استلمت المستشفى كبيرة، بحيث أنه تأتي السيارات الضخمة تأخذ أربع حاويات. ممتاز. يأخذوا الآن بانتظام كل يومين يأتوا يأخذوا الزبالة من داخل المستشفى بدون أي مشاكل الحمد لله. نعم. باتفاق مع صندوق النظافة والمحافظ والأشياء زي كذا. نعم، بعض يعني المرضى يعني يشكون من بعض النواقص التي يحتاجها المريض للعلاج والأدوية، كون المشفى هذا مشفى حكومي، فكيف تتعاملون مع هؤلاء المرضى؟ أختي العزيزة، أنا سردت لك قبل قليل كل إمكاناتنا المادية وإيش نعاني نحن، ولكن ظروفه صعبة بعض يعني المرضى. نعم، بس نعم، أنا والمشافي الخاصة لا ترحم حقيقة. أنا نعرف الكلام ده، لكن إيش تقدر تعمل؟ أنا ما أقدر أوفر أدوية كاملة للمريض. نحن نوفر ادويه للحالات الطارئه. الى اين جاء المريض؟ الى اين؟ هذا والله للوفاه؟ هذا يعني كانه الميزان، لانه الميزانيه بايدي انا معطيها المستشفى. لا، انا ما بايدي الميزانيه. هذا السؤال يطرح بطريقه اخرى على مسؤولين غيري. انا، نعم، انا ادور. من هم المعنيين في الامر؟ ادور ميزانيه انا. نعم. انا اشرح لك من اول عزيزتي، اقول لك انه ميزانيتنا ضعيفه. ضعيفه. اذا على قياده الدوله ان تعمل حل لكم انتم في هذا المشفى، ان تهتم في هذا المشفى، ان تزودكم بكل الاحتياجات والنواقص من ادويه وغيرها. الامور تحتاج الى نظره اشمل وابعد. نعم. إذا نظره واسعه. الى نظره، نعم، اعاده هيكله الخدمات الصحيه. نعم. داخل عدن، الى نظرات يعني التحصيل من بعض الضرائب لصالح الصحة بالفعل. نعم، الإرادة الدولية إلى المشافي الحكومية، إلى قضية التأمين الصحي للمرافق والأشياء، بحيث أن تقسم المستشفيات على مرافق، على المرافق على مستشفيات معينة. القضية بحاجة إلى إعادة هيكلة الأجور داخل العاملين في المستشفى. نعم. ووضع نظام مزاولة المهنة داخل المستشفيات الحكومية الصح. قضية كبيرة تشتي كثير من الأمور، لكن أنا في هذا الموضوع نقول إنه دعنا يعني نشعل شمعة كذا بسيطة مشان الناس تهتدي بها، واللي بيجي بعدنا بيصلي أشياء إن شاء الله كويسة. نعم. الساعة السريرية الموجودة في هذا المشفى 450 سرير، وتنوون أن زيادتها إن شاء الله توسعتها. هو ساعتها بالشكل هكذا، ما تغش الزيت، المبنى ما تغش الزيت أبدا فيها، لكن احنا نسعى ان احنا ندور كذا فرق، نعمل في شويه سره في الانعاش، لانه الانعاش عندنا قليل. ضروري مهم الانعاش. الانعاش قليل عندنا، سته في الجراحه وسته في الباطنه، قليل جدا. والانعاش ماذا عنه؟ يعني الانعاش المزود ايضا، يعني الانعاش هو يكون عاده افضل في الانعاش الباطني، الانعاش القلبي وغيرها، الجراحه والباطنه. الجراحه والباطنه. نعم، يا كويس، يعني تشتغل الأقسام. ورممنا انعاش الجراحي اول ما استلمنا كان كذا. الكادر موجود ايضا في هذا الانعاش؟ الكادر موجود، بقول لك لا، 24 ساعه. الطبيب، الطبيب موجودين، 24 ساعه موجودين، الممرضين كمان موجودين بدون قعد. لكن الامور هذه بحاجه الى دائما تعليم مستمر واعاده تاهيل. ممتاز. هذه الاشياء تغيب. انا اليوم، نعم،
اليوم ما حد يقدر يروح يسافر بنفسه يحضر دورات، لا يعني ما اقدرش انا. نعم. انا ما اقدر بسافر لحضرموت لو في دوره. عمليه تدريب تكلفك مواصلات. بالفعل عمليه تدريب وتاهيل الى اين وصلت؟ هل هي ما زالت مغيبه ام ماذا؟ مغيبه يعني عمليه التدريب والتاهيل مغيبه. العمل الطبي دائما عمل يعني تراكمي مستمر بالفعل مستمر. تعليم مستمر. نعم. ويوافق كل الحداثات. نعم. دورات كل ما هو جديد. هذا للاسف ما فيش ولا عندنا القدره ان نرسل ناس دورات. والطب تقدم. والطب تقدم لكن عندنا بالفعل. كذا بعض الامل احنا عبر البنك الاسلامي نجري مشان قضيه الانعاش ونعمل حاجه يسمونها تيلي ميديسن الطب عن بعد. ممتاز. اتفقنا ان شاء الله حاجات كذا بس منتظرين ام موافقتهم. حلينا كثير من القضايا سواء بالتاسيس بالتاثيث للانعاش عبر البنك الاسلامي وجامعه عين شمس لحد يسموه الطب عن بعد يمكن 24 ساعه يكون كونسلتيشن يعني عبر الانترنت للاطباء اللي موجودين في الانعاش مع جامعه عين شمس. ممتاز. نحن منتظرين احنا عملنا يمكن 3 اشهر معهم بالزوم في اليو ان دي بي حق الامم المتحده. نعم. ومنتظرين الان موافقتهم للبدء بالمشروع. نعم. باذن الله. هل يعني المشفى رفد بالاطباء الزائرين من خارج اليمن يعني اطباء عالميين وهكذا من الدول العربيه والعالميه؟ معنا اطباء من طاجكستان وقبل الحرب موجودين دول من الناس اللي ما هذول موجودين لكن في اطباء يعني استقلبتهم فيهم؟ لا الان احنا كتبنا وزاره الصحه وافقونا على 7 اطباء كمان في التخصصات الناقصه علينا بيكونوا 7. عندنا باذن الله بقضيه الانعاش الجديد هذا اللي المشروع الجديد للانعاش بينزلوا اطباء لهنا كما انهم بيشلوا اطباء وتمريض لدورات القاهره. ممتاز. على حساب المشروع هذا. ممتاز. ان شاء الله المشروع هذا يرى النور. احنا عملنا اللي علينا. نعم. والباقي على الله ان يسخر في القلوب برع ويعتمدوا هذا المشروع. اشتغلنا عليهم مدى 3 اشهر وكنا كل اسبوع مرتين بالزوم نلتقي مع السعوديه ومع جامعه عين شمس. ممتاز. وسالونا عن كل الحيتيات وجبنا لهم الاجهزه والادوات اللي تحتاجها. وعلى أساس أنهم بيقوموا بهذه الأعمال كلها ثم أنهم سيأهلون الأطباء في دورات إلى جمهورية مصر العربية مع التمريض سيأتون أطباء زائرون إلى هنا بإذن الله الموضوعين فيه بإذن الله. والوزارة أيضا سترفدكم بأطباء كذلك للنواقص الموجودة؟ ما في تقدر توصل أنا ما في ميزانية للتوظيف ما في ميزانية للتوظيف يعني بعدين حاجة التمريض يجب أن يعطى أكبر اهتمام بالفعل. لأنه اليوم يؤهل ما فيش تمريض في مستشفى حاليا. مهما كانوا الأطباء كويسين. نعم. ما في مستشفى بالفعل يجب النظرة إلى التمريض يجب النظرة إليه بطريقة ثاقبة فعلاً. ويجب أن يؤهل بشكل كبير صحيح. جداً يعني حقيقة لما يجي ممرض بالله عليك علينا نحن نتعاقد مع التمريض خريجين أمين ناشر من 30,000 ريال بالله عليك ماشي ميزانية بالله عليك 30,000 ريال ليش حتى ما هي مثل السخرة صح فنسأل الله يعني تتحسن الأمور يعني. إن شاء الله نحن لدينا أمل في إنه هذه الخطة اللي سردتها لكم ستتخذونها سترى نعم النور نور بإذن الله بإذن الله ستنقل وستنهض بالمشفى من جديد بإذن الله بإذن نعم. الله وإعادة الاعتبار لهذا المشفى استطعنا أن نعمل جزء منها في فترة نعم. وجودنا وعملتم الأساس الصحيح إن شاء الله نعم لهذا المشروع كويس إنه لقت يعني استجابة من قبل القيادة العليا في الدولة وفي المحافظة بالفعل ما دام كان هنالك أساس صحيح وقاعدة تبنى عليها متى ما كان هذا المشروع ناجحا إن شاء الله بإذن الله. الله نحن جبنا رؤية كاملة شاملة يعني الخلل ومعالجته بالفعل فبإذن الله إن شاء الله نستطيع أن نعمل شيء بإذن الله نعم إن شاء الله ماذا عن المرضى يعني أصحاب الأمراض المزمنة هنالك يعني مثل الضغط والسكري تتوفر لي الأدوية فيهم هنا؟ يعني عندما نتحصل على أدوية دعم من الصندوق الدوائي عندنا من المستوى الطبية مركز السكر في لو كان دعم من الخارج يأتي يستلموا عبر البطاقة يعني أدوية هذه من الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري لكن في بعض أمراض مزمنة مثل أمراض الدم وأمراض كذا هم علاجهم في مستشفى الصداقة في قسم أمراض الدم مش عندنا نعم الشيء الثاني الغسيل الكلوي تعتبر مشكلة مزمنة كمان عندنا لكننا نعاني اليوم من بكرة بعد ممكن تتوقف القضايا دي كلها. نعم يعني توقف الغسيل الكلوي معناته موت المريض يعني مشكلة نعم ولهذا كما تفضلتي انت تكلمنا عن زراعة الكلى يجب أن تكون في الآن اتجاه إلى الزراعة
بحيث انه تنتهي هذه التكاليف كلها. نعم. زراعة الكلاب يكون افضل. ثلاجة الموتى ماذا عنها؟ تمام كويسة، حد يقول حاجة على زي دي الامور كويسة. نعم. لكن هل بحاجة مثلا لا معنا ثلاجة جديدة ابتنت الان في السنة دي. نعم. تبع المنظمات الصليب الاحمر. ونحن الان نتعاون نحن والمكتب النائب العام الديني مثلا اللي هم سنوات طويلة يعني عدة موجودين في تلايقة كيف يعني تتعاملون؟ بعدين احنا ما اجتش على ايامي هذه الاشياء من سابق كانت موجودة هذه الاشياء. نعم. لكن احنا معانا اليوم تلايقة جديدة ومشرحة جديدة لأول مرة بمواصفات بنيات كاملة، وفي معانا الان تعاون بيننا وبين مكتب السيد النائب العام حتى انه هذه الاشياء الطب الشرعي يتبع القضاء، وهذا الصح. نعم. يتبع القضاء والنيابة العامة وشي، فبين التعاون والموقع جيد جدا والمشرحة مرتبة، في ثلاجة تصل إلى 20 يعني جثة فيها والتبريد كويس جدا. نعم. ومبنية بمواصفات حديثة ومكاتب. نعم. وأشياء زي. نعم دكتور، أيضا يعني من خلال نشاطكم الفعلي هنا في هذا المشفى شكلتم لجنة، هذه لجنة الإعفاءات للمرضى الذين يعني أشد فقرا، ولكن بشروط عملتم لهم، ماذا عن هذه اللجنة ومن صميم عملها ما هو؟ ما هي تلك الإعفاءات؟ هذه شوفي قضايا لما تفتحها أنت يعني ما عاد تسلمش منها. نعم. لأنه حقيقة وللأسف نقولها بصراحة، وأنا كنت اشتغلت في كلية في جامعة، الإعفاءات حصلي يستفيدوا منها الناس اللي ما يستحقوها. الباب هذا إذا فتح على مصراعي الجميع على مصراعي، ولكن يعني تستاء الأمور كثير. نعم. ويدخل من لا يستحق. أه. في أكثر الحالات ومن لا يستحقون. لكن هناك لكن اللجنة لمن اتخذتها هذه؟ يعني أنا كانت موجودة في لجنة الإعفاءات من قبل. أه. موجودة من قبل اللجنة، لكن الآن عملي ارتجالية لما أشوف حقيقة أنا نوقف كل الإعفاء. لما أشوف مع بعض طبعا الستاف حقنا أخذ إعفاء الستاف حقنا، لكن لما أشوف أنا الشخص نفسه قال نفسه مريض. آه. وبحا يعني نعم وظروف بعض أحيان تحدث زي نوع من أنواع السمسرات والأشياء. أه. دي وهذا هذا ما يصحش الكلام يسمع فيه. نعم. إني في العالم كله خلاص في مستشفى قال يا أخي سعره كذا، السلام عليكم. نعم. تدفعوا السلام عليكم. نعم. ولكن هنالك بعضهم يعني أشد فقرا. نعم. يعني ظروفهم. نعم. صعبة صعبة جدا. نعم. يعني نجد هنا ناس يعني الضمير الإنساني قبل كل شيء، الإنسانية قبل كل شيء. في ناس يجيبوهم يقتلوهم داخل الحوادث ونرجع نجمع لهم فلوس نصرف لهم المضادات الحيوية من غير أدوية حق الحالات الطارئة. طيب هذا كم نكون هنا؟ نعم. مش معقول الكلام ده. فالأمور يعني ما توخش بالطريقة دي، يعني صحيح أنه الناس تعابة كثير، لكن يجب أن تكون هناك رؤية أخرى لقضية قضية الخدمات الصحية. نعم. أما أنه أنا باقي بعفي من هاب ودب. نعم. يعني أنا من بيعوض لي دخل مش أنا أشتري المواد هذه يرجع من جديد. من بيعوضها؟ نعم. لأنه هذه مساهمة المجتمع أستخدمها لي من خلال هذا تعملها للتزويد ولا نعم بتروح توقف الأمور وغيرها وكل شيء. وأنا كما قلت لك من قبل قليل أن بعض الأحيان يعني يدخلوا الذي لا يستحقون لقضايا الإعفاءات والأشياء زي. نعم. دكتور، قضايا المواطنين تعالجوها أول بأول، يعني في يعني إذا في شكاوى في غيرها كذا تعالج شكاوى بتقيل 20 المواطن ممكن يشتكي 20 مرة في اليوم، لأنه أنا تنظرون إليهم بس نعم. في أشياء ما تقدر تغيرها، عندنا في مشاكل في مشاكل مثلا بالتكييف. نعم. عندنا المستشفى لازم يكون تكييف مركزي، مشاكل في اخطاء طبيه مثلا. هذه اخطاء طبيه فيها تحقيقات في نعم تحقيقات وهكذا. نعم. لانه الان عندي انا ورقه من النيابه العامه حق الضالع في قضيه معينه مش عندنا. أه. لكن طلبوا من عندنا طاقم انه يحقق في قضيه. نعم. حدثت برا. لكن انت بتشتكي من اشياء كثيره، بتشتكي من حال المستشفى، مريض ما يقدرش يخرج العصر برا، يجلس فين يروح المريض؟ نعم. بتشتكي من كثرة الدخول والخروج بالكذب. بتشتكي من تعديات على السور. بتشتكي من وجود اشياء داخل الحرم، حرم المستشفى ما انزل الله بها من سلطان. نعم. كم بتشتكي؟ نعم. بتشتكي مثلا من نقص في الادويه المعينه الفلانيه. هكذا الشكاوي كثير كمان. نعم. لكن دكتور يعني بالنسبه للاخطاء الطبيه، هل وجدت هنا في مشفى الجمهوريه اخطاء طبيه وتم اجراءات يعني لمن عمل على هذه الاخطاء الطبيه؟ في انا لما اجيت هنا ما حصلش. اللي قبلي ما بعرفش. لكن هنا في اي خطا طبي يعني يتحقق تتخذ اجراءات. نعم. مش اللي عندنا، في كل المستشفيات في كل المشافي. نعم. في كل المستشفيات وهذا الذي يجب ان يكون
في كل المستشفيات حتى عبر الخاص يجيبوا لجنة من هنا عبر كذا. نعم فموجودة هذه الأشياء. نعم ونحن قبل أن نختم معك دكتور قبل الختام، الرؤية المستقبلية والذي من خلالها تطمحون لهذا المشفى، مشفى الجمهوري التعليمي النموذجي العام في عدن، ما هي رؤيتكم وطموحكم من خلال هذه الرؤية الشاملة الكاملة المستقبلية؟ نحن نسأل الله أن يسخر لنا في المسؤولين في الدولة على مستوى كل مستوياتها يساعدونا في تطبيق الرؤية المقدمة، بل أكثر من كذلك إنهم يعملون في الميزانية حلول كبيرة. نعم. لأنه هذا المستشفى حقيقة يبقى وجه البلد. أنا تكلمنا من قبل وقلنا يعني إذا مصر فيها 3 أهرامات في عدن في 3 أهرامات. في الهرم الأول ميناء عدن لم يكن لنا فيه شيء، الله أداني إياه كذا. الهرم الثاني هو مستشفى الجمهورية بالفعل، والهرم الثالث هو مصفى عدن بالفعل. فعلينا أن نحافظ على هذا الصرح الكبير ونطوره، وتاريخ يجب أن نعتز به. نوجه كلمة للأخوة في الدولة كلها. نعم ما هي الكلمة والرسالة التي توجهونها؟ الدولة السيد رئيس الوزراء، شكرا أول مرة لتبنيكم الرؤية، ونتمنى من دولتكم الدعم، وتمنى من دولتكم الدعم اللامحدود، النظر إلى هموم المستشفى بالفعل ومشاكلها المالية وميزانيتها التي اعتمدتموها ثم توقفت. نطلب منهم النظر إلى مشاكلنا، وهي مشاكل حقيقة يعني شرعية ومشروعة. نطلب منهم الوقوف جنبنا لتنفيذ هذه الرؤية، فهي ستكون بأسمائهم فعلا، لأنه هم من بدأ بالمشروع هذا بيكونوا، وهذا التاريخ في المدينة هذه سيسجل لهم هذه النظرة وهذه الخطوات بإذن الله. نسأل الله أن يكتب للجميع الخير. أنا شخصيا أتمنى أن يكون الخير موجود على يدي إن شاء الله، إن شاء الله. وبقيادتكم، ونتمنى كمان يكون على يد رئيس الوزراء، على يد المحافظ، وزير الصحة، الجميع يعني العمل الناجح ماذا خلفه يكون؟ ماذا؟ قيادة رشيدة، قيادة حكيمة. نرجو منهم يعني أن يساعدونا كثير في هذه الأمور، لأنه نحن حقيقة نجري ونطلع وننزل، والبشر له نفس معين. نعم بالفعل. فإذا إن شاء الله بإذن الله يساعدونا نحن منكون ممنونين كثير، لكن عندنا أمل كبير 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 جدا إن شاء الله يحدكم في الله سبحانه وتعالى وفيهم وفي الدعم اللي بيجي. نعم إن شاء الله بإذن الله. إذن جهات يعني رسالتك ستصل إن شاء الله إليهم عبر هذا المنبر الإعلامي لقناة عدن الفضائية، وإن شاء الله سيكون الدعم بإذن الله تعالى لهذا المشفى، باعتباره أنه سيظل هذا المعلم التاريخي والصرح الطبي شامخا شموخ الجبال الرواسي مهما عصفت به رياح الزمن، سيقدم خدماته الطبية الإنسانية لجليل المواطنين في عدن محافظة مجاورة لها، وأيضا النازحين وغيرهم من الذين المرضى الذين يتعالجون في داخل هذا المشفى، وأيضا الاهتمام الفعلي والنظر لكل ما يحتاجه هذا المشفى من قبل قيادة الدولة والمسؤولين والقائمين الذين ينبغي أن يكون سندا إلى جانب قيادة هذه الهيئة، هيئة مشفى الجمهورية التعليمي النموذجي العام، وإعادة مكانة هذا المشفى وإعادة الاعتبار مرة أخرى لهذا المشفى. وفقكم الله دكتور محمد حسن الثقاف، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة، هيئة مشفى الجمهورية التعليمي العام والنموذجي في عدن، ولكافة كوادر المشفى من أطباء، من تمريض، من غيرهم من موظفين، الجميع حقيقة دون استثناء لكل ما تخطون به خطوات صحيحة، ومن عمل دؤوب، ومن إنجازات تضاف إلى إنجازاتكم بمشيئة الله تعالى، ونجاحاتكم المستمرة. شكرا لكم، وهذا أولا وقبل كل شيء عملا لا نبتغي به سوى وجه الله، لأن أي عمل لا يمشي لوجه الله يكون عمل مبتور. نعم. وبعدين هذا واجب علينا فعلا، واجب لوجه الله، بعدين واجب علينا تجاه هذه البلاد أن نقوم بهذه الأشياء بالفعل. من يحب عدن أن يعمل حتى لا تحل علينا اللعنة، يا الذين أمروا لما تقولوا ما لا تفعلون. نعم. هذا واجب علينا، لا نمن به على أحد، واجب علينا، وقد فعلاً. وقد نكون مقصرين، وأكيد مقصرين، ولكن نعمل بجهدنا بإذن الله تعالى. نعم بالفعل.
إذا نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق إن شاء الله، وأن يشهد العام القادم مزيد من النجاح والتطور والتقدم لهذا المشفى العريق، مشفى هيئة مشفى الجمهوري التعليمي العام النموذجي بمشيئة الله تعالى، وأن يحظى بكافة الدعم أوجه الدعم والاهتمام من قبل قيادة الدولة، وأيضا للمواطنين أن يحظون بالرعاية الكاملة والاهتمام الفعلي لجميع المرضى هنا في هذا المشفى بمختلف أقسامه، بمختلف عيادته الطبية وبمختلف كادره الطبي الذي ذو كفاءات عالية موجودة، وأيضا بكادر طبي تمريضي مؤهل تأهيلا عاليا هنا موجود في هذا المشفى، لأنه باعتباره من أقدم المشافي في العاصمة عدن بل وبالجزيرة العربية بشكل عام. سيكون إن شاء الله الأعوام القادمة سيشهد تحسناً ملحوظاً لهذا المشفى الجمهوري التعليمي العام. وفقكم الله ونلقاكم على خير إن شاء الله في لقاءات قادمة، وقد استعاد مرة أخرى نشاطه وهيبته مشفى الجمهوري التعليمي. شكراً جزيلاً لك. شكراً لكم. شكراً. نعم. إذن مشاهدي الكرام، كنا وياكم في لقاء مقتضب تحدثنا به ملياً حول القطاع الصحي الذي ينبغي أن ينهض نهوضاً فعلياً، نهوضا لأن أي مجتمع وأي بلد في العالم لا يرتكز إلا بماذا؟ إلا بشيء محدد، شيء واحد فقط، وهو الصحة. فالصحة هي المرتكز الأساس لأي بلد في العالم. ينبغي الاهتمام الفعلي والنهوض الحقيقي بالقطاع الصحي من خلال الاهتمام بالكادر الصحي، الاهتمام بالمرضى، الاهتمام بالمشافي الحكومية، الاهتمام بالمراكز الصحية وغيرها، وذلك لينهض القطاع الصحي وليواكب كل ما هو جديد. فاليوم العالم يتقدم، الثورة العلمية تتطور أكثر فأكثر، إذن الطب يتقدم أكثر فأكثر، هناك حداثة، هناك جديد كل يوم. فهذا الذي ينبغي من القطاع الصحي أن ينهض نهوضا غير عاديا بالاهتمام الفعلي من قبل الجميع. وفق الله الجميع لما فيه خير هذا البلاد. أشكركم أنتم أيها السادة الكرام لحسن صغي والمتابعة لهذا النقاش الذي تمحور حول القطاع الصحي وحول ما يمكن أن يقدمه من خدمات جليلة، وحول الدور المناط في هذا القطاع الصحي بالتحديد، سواء كان في العاصمة عدن أو في جميع المحافظات في بلدنا اليمن. إذن نشكر لكم حسن صغي والمتابعة، نلقاكم على خير وعافية في لقاءات قادمة وفي قضايا شتى نشددها معكم وفي محاور جديدة كلها تخدم المواطن والوطن بشكل عام. حتى ذلكم الحين لكم تحايا طاقم العمل ومن محادثتكم رواع الصمت، وفي أمان الله أستودعكم.